السلام عليكم، تبارك الله عليكم، عواشر مبروكة، شي بخير. نشوفو التبديلة ديال الزويتة، الأولى في 300، الثانية في 1300، وهذه الثالثة 2300. الزيت الثالثة غادي نبدلوها، كان باقي لنا واحد شوية من الزيت هاد الماركة هادي. غادي نشوفو الصانية نبدلو لها الزويتة، خليكم معنا. غادي ناخدو حتى هاد لامارك هادي باش غادي نشوفو ان شاء الله. هادي جي بي زان دوبل في 50، 20 دوبل في 50، هادي اللي كتصلح للموتور كما كتشوفو هنا. هادو هما المعلومات ديال هاد الزيت. غادي نديرو صافي الفيدونج التالي، غادي تبقى لنا هذه وحده، تبقى لنا وحده فيدونج التالي بحال لي بيليكي فابور. يلا بقاو معنا شوفوا. هات لها الزيت ياك، هو قال لك 1000، داكشي ما درنا، زدنا سبقناها بواحد 50 كيلومتر الى يعني المورا. هذيك فيها الهنده هاد البوشونه، هادي باش كتجبد ياك، داك الشيء حديد فيها، فيها الهند. الله نسيك، هذا حديد ماشي، شي هنده هنا غير فون. فيها يمكن هنا، لا لا ماشي هنا، فيهاش. كيتبدل لها لا خاتم لا والو، هادي مالك ياك، لا هاديك بحال اسمها لا تفوراس، كدير لها شوية الطيفلو وتدز لها شي روند هنا. هي كتجي واحد الروند دير بحال الجوان ديال الشاطمة، هادي كيقولو هندا باش داك الحديد اللي كيتفرتت كيهبط هنا لتحت، كيلصق فيها، كيلصق فيها الحديد.
السلام عليكم. كما كتلاحظوا معنا هنا كما شفتوا من خلال هذا الفيديو انه في يعني اللي غادي يشري واحد الدراجه ناريه جديده، فاول فيدونج او تغيير الزيت كيكون من بعد 300 كيلومتر، ربما سبق وشرت لها. من بعد 300 كيلومتر كتكون الدراجه الناريه في المرحله ديال الروداج. المرحله ديال الروداج هي حتى توصل ل 1000 كيلومتر. 1000 كيلومتر قبل هذا 1000 كيلومتر يعني من يستحسن اننا ما نفوتوش 60 كيلومتر في الساعه، وزياده على التقنيات ديال الروداج. هنا كما كتلاحظوا اذا الكيلومتراج الاول 1300 كنبدلوا الزيت الاولى، 2300 كنبدلوا من بعد، اذا كتسمى الزيت الثالثه هذه من بعد 300 ومن بعد 1300 2300 الزيت الثالث. هادشي اللي كاين كنخليو يعني حاولوا ما امكن انه في كل 1000 كيلومتر نغيروا الزيت. الزيت تكون خفيفه، ما نديروش شي زيت اخرى، زيت ديال الدراجه الناريه مختلفه على زيت اخرى، وتحاولوا دائما تسولوا اللي مختصين. شكرا. صافي الله يعطيك الصحه. الله يسخر.